المطلوب منا أن نقوم بتبسيط R القوى 2 على 3 ضرب S القوى 3 الكل تربيع ضرب الجذر التربيعي ل 20 R القوى 4 S للقوى 5. المسألة هذه تبدو متعبة بعض الشيء، لكن أعتقد أننا إذا أخذناها خطوة بخطوة فلن تكون سيئة. أول شيء يمكننا أن ننظر على أول عبارة هنا، حيث أخذنا هذه القيمة للقوة 2، ونحن نعلم أنه بدلا من هذا يمكننا أخذ كل واحدة من العبارات ورفعها للقوة الثانية ثم نأخذ الناتج. إذن هذا سيساوي R للقوة 2 على 3 الكل تربيع ضرب S للقوة 3 الكل تربيع. الآن دعونا ننظر إلى هذا الجذر. هنا لدينا جذر تربيعي وهو بدوره نفس الشيء كرفع العدد لقوى نصف. إذن هذا يساوي ضرب هذا الجزء، دعوني أقوم بهذا بلون مختلف. هذا الجزء يعادل 20، وبدلا من كتابة 20 اسمحوا لي أن أكتب 20 كناتج مربع كامل ومربع غير كامل. إذن 20 هي نفس 4 ضرب 5. هذه بالنسبة للعشرين ضرب R للقوة 4 ضرب S للقوة 5. الآن دعوني أكتب S للقوة 5 كناتج مربع كامل ومربع غير كامل. وبكل وضوح فإن R للقوة 4 عبارة عن مربع كامل وجذرها التربيعي هو R تربيع. لنكتب إذن S للقوة 5، إذن يمكن كتابة S للقوة 5 كالتالي: S للقوة 4 ضرب S، S للقوة 4 ضرب S للقوة 1، هذه هي S للقوة 5. وبالطبع أن كل هذا سيرفع للقوى نصف. لنقوم الآن بتبسيطها أكثر. إذا أخذنا أي عدد ورفعناه للقوى 2 على 3 ومن ثم للقوى 2، بالتالي يمكننا ضرب الأسس. إذن هذه العبارة هنا يمكن تبسيطها لتصبح R للقوة 4 على 3. وكمراجعة سريعة فإنك إذا رفعت أي عدد للقوة 4 على 3 بالتالي يمكنك رؤيته على أنه إيجاد جذره التكعيبي، أي رفعه للقوة ثلث ومن ثم ترفع جذره التكعيبي للقوة 4، أو يمكنك رفعه للقوة 4 ومن ثم تجد جذره التكعيبي. هاتان هما الطريقتان المنطقيتان للأعداد المرفوعة للقوة 4 على 3. إذن لدينا R للقوة 4 على 3 ضرب S للقوة 3 تربيع، أي S للقوة 6، ومن ثم نرفع كل من هذه العبارات للقوة نصف. إذن ضرب، دعوني أحدد هذا قليلا، وبالفعل نحن لسنا بحاجة للأقواس. عندما نقوم بهذا ضرب 4 للقوة نصف ضرب 5 للقوة نصف، هذه العبارة ضرب R للقوة 4 للقوى نصف. وربما أنه لم يتبقى لديه ألوان، ضرب S للقوى 4 للقوى نصف. أنا أقوم برفع كل من هذه العبارات للقوى نصف، ضرب S للقوى نصف، وهناك عدة طرق يمكن اتباعها للقيام بهذا، لكن الشيء الوحيد الذي يمكن أن يظهر فجأة هو أن لدينا بعض من المربعات الكاملة ونريد رفعها للقوى نصف، نأخذ جذرها التربيعي. لذا دعوني أبسط هذا. إذن هذه 4 للقوى نصف تعادل 2، نقوم بأخذ جذر الأربعة.
كم يساوي 5 للقوى نصف؟ حسنا، لا يمكننا أخذ الجذر التربيعي لهذا، دعونا فقط نكتب هذا بصورة الجذر التربيعي لخمسة. R للقوى 4 للقوى نصف هي هناك طريقتان للتفكير في هذا، 4 ضرب نصف يساوي 2، إذا هذا هو R تربيع، أو يمكن أن نقول أن الجذر التربيعي لـ R للقوى 4 يساوي R تربيع، إذا يساوي R تربيع، وبشكل مشابه الجذر التربيعي لـ S للقوى 4 أو أس القوى 4 لكل القوى نصف، هذا يعادل أس تربيع، ثم هذه الأس القوى نصف دعونا نكتبها بصورة الجذر التربيعي لأس، الجذر التربيعي لأس هكذا، ودعونا نرى ما يمكن فعله بالإضافة إلى ذلك. حسنا، لدينا، دعوني أكتب هذه العبارات الأخرى، R للقوة 4 على 3 ضرب S للقوة 6 ضرب 2 ضرب الجذر التربيعي لخمسة ضرب R تربيع ضرب S تربيع ضرب الجذر التربيعي لS. الآن يمكننا القيام بمجموعة أشياء هنا، يمكننا أن نجمع عبارات S، لنفعل هذا نضع 2 في الخارج أولا، إذا دعونا نكتب الاثنان في الخارج فيصبح لدينا 2 ضرب. الآن لنلقي نظرة على عبارتان أس هنا، لدينا أس القوة 6 ضرب أس القوة 2. عندما يقول لك شخص أن تبسط هذا فهناك عدة تفسيرات لهذا، لكن يمكن أن نقول أن أس للقوة 6 ضرب أس تربيع يساوي أس للقوة 8، حيث هذا 6 زائد 2 ضرب، إذن أس للقوة 8 ضرب، هذا مثير للاهتمام ويمكننا أن نفككها اعتمادا على ما نعتبره تبسيطا صحيحا. إذا لدينا R للقوة 4 على 3 ضرب R تربيع، R للقوة 4 على 3 ضرب R تربيع، R للقوة 4 على 3 هي نفس R للقوة 1 زائد ثلث، هذه هي الـ 4 على 3، إذا 1 وثلث زائد 2 يساوي 3 وثلث. إذا يمكننا أن نكتب هذه R للقوة 3 و1 على 3 أو ثلث، هذا غير متسق، هنا أقوم بإضافة كسر، وهنا بالنسبة لأس، ويمكن أن أضع أس للقوة نصف خارج عبارة الأس، لكن يمكننا أن نتعامل مع ما حولها، وكل هذه ستكون تعبيرات صالحة، لقد تعاملنا بالفعل مع 2 ومع 2 من عبارة أس بالإضافة إلى عبارة R هذه. ومن ثم لدينا الجذر التربيعي لخمسة، ويمكننا دمجهم إذا أردنا ذلك، لكن لا أريد القيام بهذا الآن. إذن الجذر التربيعي لخمسة ضرب الجذر التربيعي لأس، الآن يمكن حلها باستخدام طريقتين، إذا كنا لا نفضل رؤية الأسس الكسرية هنا فيمكننا أن نفككها، وإذا أردنا يمكن أن نأخذ هذا وندمجه مع هذا القوى 8، لأنك تعلم أنه نفسه كأس القوى نصف، إذا لنحلها باستخدام كلتا الطريقتين. فإذا أردنا أن ندمج جميع الأسس فيمكن أن نكتب هذا على النحو 2 ضرب S للقوة 8 ضرب S للقوة نصف، S للقوة 8 و S للقوة نصف، هذا يساوي 2 ضرب S للقوة 8 ونصف، كما يمكن أن أكتبه بصورة عدد عشري 8 ونصف، يمكنك أن ترى هنا 8 زائد نصف، إذن أيضا هنا لدينا ضرب R للقوة 3 وثلث، لاحظ أنني استخدمت عدد عشري وثم كسر وعدد كسري، ضرب الجذر التربيعي لخمسة، هذا أول تبسيط وهو موجود بعدة عبارات يمكن استخدامها.
التبسيط الآخر إذا لم نكن نريد هذه الكسور هنا فيمكن أن نكتبها يمكن أن نكتبها سأقوم بهذا بلون مختلف. يمكن كتابتها هذه هي جميع العبارات. إذا لقد وصلنا لمناقشة معنى التبسيط، فيمكنك أن تكتب هذا بصورة 2 ضرب أس للقوة 8، وهنا بدلا من كتابة R للقوة 3.5 يمكن أن نكتب R للقوة 3 ضرب الجذر التكعيبي لR، وهو نفس R للقوة 3 يمكن أن نكتب R للقوة 3 ضرب R للقوة 3. R للقوة 3 هي نفسها الجذر التكعيبي لR، ومن ثم لدينا الجذر التربيعي لخمسة والجذر التربيعي لأس كلاهما مرفوع للقوى نصف، بالتالي يمكنك أن تقول ضرب الجذر التربيعي لخمسة أس، وأنا أفضل هذه الصيغة الموجودة على اليسار أكثر فهي بالنسبة لي مبسطة. فقد قمنا بدمج جميع الأساسات و لدينا هذان العددان وقمنا بدمج كل عبارات S وكل عبارات R. إنها معقدة بعد الشيء، لدينا جذر تكعيبي ولم نقم بفصل كل من عبارات S و R. إذا بالنسبة لي سأتماشى مع هذه فهي أفضل، ويمكنكم تبسيطها كيفما تريدون.